حذاري يا اخوانا ان يسخر قوم من قوم. وبعدين ربنا حط الاشد، ولا نساء من نساء، لان معروف ان النسوه في السخريه اكتر من الرجال، دي حقيقه اثبتتها العلم النفس وكده، ده ما بحقرش، حاشا لله، حاشا لله ان اكون بحقر المراه اطلاقا، لكن هي طبيعتها كده، طبيعه المراه. فخلى مجموعه كامله والستات لوحدهم، ولا نساء من نساء. جايز اللي انت بتسخري منها ده احسن منك، وانت يا راجل جايز اللي بتسخر منه ده هيخش الجنه وانت مش هتخش، ويوميها بقى هتزعل قوي، هتزعل قوي، تقول الراجل ده هو السبب ان اخش جهنم، تخيل هو السبب ليه؟ عشان سخرت منه. يا ايها الذين امنوا، ما يجيش بعدها غير يا امر يا نهي. كلمه امر ده مهم جدا، هل لما اقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، تقول لا انا هشوف موضوع تاني، انا مش هصوم، لا هتصوم. ويا الذين امنوا لا يسخر قوم قوم، ده امر، وامر ربنا ينفذ بالحرف. انا خايف ان الواتساب ده يكون سبب في دخول ناس كتير مش في الجنه،